يا أهلا بكم مرة تانية في صراع الدين محمد غباشي. يا رب دايما تكونوا بخير. بس يا سيدي، وقامت معيطه. عيطت ليه بقى؟ عيطت لأن هي كانت متخيلة إن اللؤلؤ للزينة بس، لكن ما كانتش تعرف إن للؤلؤ فوائد كتيرة جدا، فوائد صحية ونفسية وكمان فوائد للبشرة. ايوه، فوائد مهمه كمان للبشره، لان انت ممكن تطحن حجر اللؤلؤ وتستخدمه على بشرتك مع اضافه بعض المنتجات اللي بتحب تستخدمها للبشره. على فكره اللؤلؤ مفيد جدا وسهل الطحن لانه من الاحجار الهشه اللي ممكن تطحنه في كبه الخلاط لحد ما يتحول معاك لبودر، ورخيص جدا لان انت لو حسبت الحبه الواحده هتلاقيها بخمسة جنيه او اقل، وممكن تزيد حسب استخدام اللؤلؤ. السعر في اللؤلؤ بيفرق في الشكل، اما لو هنطحنه فمش هيفرق معانا في الشكل. كمان نقطة مهمة كمان وانت بتشتري اللؤلؤ علشان ما تدفعش كتير، في نوعين من اللؤلؤ: اللؤلؤ الطبيعي الحر ولؤلؤ المزارع الطبيعي. برضو بعض الناس بتتخيل ان اللؤلؤ الطبيعي بيفرق عن لؤلؤ المزارع، ما بيفرقش تماما، زي ما بنربي الابقار والفراخ في الطبيعة أو بنربيها في مزارع، فبنلجأ للؤلؤ المزارع علشان نكفي العدد واحتياج العالم للؤلؤ. بحسبة بسيطة خالص، إن اللؤلؤاية الحرة اللي موجودة في البحر بتحتاج لسبع سنوات علشان المحارة تقدر تنتج لؤلؤاية واحدة، فدي مدة زمنية طويلة جدا هتخلي سعر اللؤلؤ مرتفع وكمان شحيح، وكمان مش هيغطي الطلبات العالمية. علشان كده تم اللجوء لمزارع اللؤلؤ علشان نقدر نغطي الطلبات. أما بيفرق في الطاقة أو الجودة ما بيفرقش. اللي بيفرق في تسعير اللؤلؤ هو الاستدارة ما بين حجر مستدير لأنه طبيعي ملناش يد في تشكيله، أو حجر عشوائي أو لونه اللي بيتدرج من الأبيض إلى الأسود، وما بينهم ألوان كتير زي الأوف وايت والسنترافيش والبيج والتركواز والبنفسجي والمايل للأحمر شوية يتدرج إلى اللون الأسود. أما عن فوائد اللؤلؤ الصحية وفوائده للبشرة فكتير جدا، تعال أقولك وإحنا بنتفرج على اللؤلؤ. في البداية خلينا أقولكوا على بعض المعلومات المختلفة عن الإنترنت، مش لحاجة أكتر من إن عارف إنكم مثقفين وبتدخلوا تبحثوا فهتلاقوا المعلومات كلها شبه بعض. أول حاجة، أسعار اللؤلؤ غالية ليه ورخيصة في نفس الوقت ليه؟ لأن اللؤلؤ بيختلف. على فكرة مفيش لؤلؤ غالي، مفيش لؤلؤ غالي، لكن الفكرة إن هي بتفرق من مكان لمكان أو حسب الديزاين اللي هو عامله. لكن اللي بيتفاوت في أسعار اللؤلؤ حاجة واحدة بس، هو أولا حجمه، ما بين صغير لكبير بيفرق في السعر، ما بين كامل الاستدارة زي كده أو عشوائي الاستدارة زي كده بيفرق في السعر. طبعا العشوائي أقل وفي عشوائي أكتر من كده. وزي ما احنا مثلا نشوف الحبة دي عاملة ازاي، عاملة زي البرميل مش مدورة فهتلاقي سعرها رخيص، أما لو خدنا حبة مدورة قوي فهتلاقي سعرها غالي. طب ايه المشكلة في الكلام ده؟ طب ما ممكن ادورها، لا ده حجر طبيعي، حجر طبيعي، حجر حي. الاحجار الكريمة ثلاث انواع، اما احجار حية زي اللؤلؤ والمرجان، واما احجار صخرية زي الفيروز، واما احجار نباتية بتخرج من تكوين النباتات زي الكهرمان. فاللي بيفرق في سعر اللؤلؤ هو درجة استدارته وحجمه، ثانيا لونه. هنلاحظ هنا اللون البيج او الاوف وايت، وهنلاحظ الابيض شاهق، واللؤلؤ هيتدرج معانا لحد درجة الاسود، وعلشان الاسود قليل ونادر شوية فهو بيبقى سعره غالي. اما اللؤلؤ في العموم فهو سعره مش غالي ولا حاجة. ثانيا نقطة مهمة جدا، الصدف، الصدف نفس فوائد اللؤلؤ، ودي معلومة جديدة مش هتلاقيها على الانترنت. يعني ايه الصدف نفس فوائد اللؤلؤ واي نوع من انواع الصدف؟ احنا مش بنتكلم على كل الصدف الموجود زي طرح البحر او الصدف اللي بنلاقيه على شط البحر، لا احنا هنا بنتكلم عن صدفة او محارة اللؤلؤ نفسها، المحارة اللي انتجت اللؤلؤاية، هي نفس الفوائد الصحية ونفس الفوائد والطاقة النفسية للؤلؤ. لكن بنلجأ ليها ليه؟ لأن اللؤلؤ حبة صغيرة، البيبي بتاع المحارة،
أكبر حاجة أو أكبر حجم للؤلؤاية ممكن تلاقيه في الحجم ده، فبنلجأ بيها في ديزاينات معينة زي اللي احنا نعمل سبح، زي اللي احنا نعمل أنسيال، زي اللي احنا نعمل عقد مثلا، أو إن احنا نحطها في المجوهرات بالشكل ده كأنها لؤلؤاية بحجمها الطبيعي. طيب بعض التصميمات الكبيرة زي دي مش هينفع نلاقي لؤلؤ بالمساحة دي أو لؤلؤ مسطح، فبنعمل الصدف أو المحار. فلما بنقول الصدف له طاقة بيبقى مقصود بيه صدفة المحارة نفسها مش أي صدف. أو تصميم زي ده مثلا مش هنلاقي لؤلؤاية بالحجم ده، فبنلجأ للصدف هنا في التصميمات الكبيرة سواء في الفضة أو في الذهب أو أي أكسسوارز في العموم. فدي نقطة مهمة كان واجب أوضحها لكم، إن مفيش فرق بين لؤلؤ المزارع واللؤلؤ الطبيعي، مفيش فرق بين اللؤلؤ والصدف، واللؤلؤ سعره مش غالي، اللي بيفرق حجمه، استدارته، شكله، لونه، ليس إلا. تعالوا بقى نتكلم عن بعض فوائد اللؤلؤ الصحية والنفسية. ايه هي؟ اول حاجة ان اللؤلؤ احيانا بيسموه حجر القمر، الا انه مختلف شوية عن حجر القمر، لكن بيسموه حجر القمر لانه مرتبط بطاقة القمر. اللؤلؤ اهم صفاته انه بيساعد على التخلص من الافكار السلبية. الناس اللي عندها افكار سلبية كتير وخوف، خوف من المستقبل، خوف من الشغل، خوف من كل حاجة، الأفكار السلبية اللؤلؤ بيخلص من الأفكار السلبية بطريقة جميل جدا، وبيساعد كمان على يعني على استعادة الفكر بشكل إيجابي. وعلى فكرة مقوي جيد للذاكرة، الناس اللي ذاكرتها بعافية حبتين، الناس اللي عندهم فترة امتحانات، اللؤلؤ مهم ليهم في الموضوع ده. له فعالية وجدارة في تعميق بعض المشاعر زي الثقة في النفس، الحب، الاهتمام في العلاقات بين الأزواج، بين المخطوبين، مهم جدا في الأمور دي. بيساعد على الشعور بالراحة والتخلص من التوتر والقلق والضغط النفسي. يقال إن ارتداء حجر اللؤلؤ بيشعر الشخص بزيادة مفاجأة في الثقة في النفس، علشان كده بنقول الناس اللي ثقتها في نفسها مهزوزة اللؤلؤ مفيد جدا ليهم. بيجلب الرخاء والرفاهية، وله أساطير كتير ما علينا منها، لكن احنا بنقول الكلام المجرب والموثوق لأن موضوع الأحجار ملوش أساس علمي غير تجارب الأولين ليس إلا. بيساعد على طاقة الإبداع برضو، مهم للفنانين ارتداء اللؤلؤ. ولما بقول أو بنصح الناس بقوله أن اللؤلؤ بالأخص للسيدات مش للرجال، لأن اللؤلؤ من الإكسسوارات اللي مش بتليق علينا قوي زي السيدات، أما هو ملوش دعوة بالعلاقة بالرجال أو السيدات أكثر من أنه مهم في بعض الأمراض الجسدية للسيدات، هنقولها فيما بعد. بعض الأساطير كمان بتقول إن اللؤلؤ بيزيد جمال مرتديه بشكل عام، وزي ما قلنا هو مقوي كويس جدا للذاكرة الضعيفة. يقال إن له فوائد صحية كتير جدا، زي إنه بيستخدم في علاج أمراض العين، الإمساك والسل، وبعض الأمراض الصدرية، إلا إننا بنلجأ للطب مش هنلجأ للأحجار في النقط دي. كمان مهم في مشاكل الرحم والقلب والهستيريا، بالإضافة لعلاج فقر الدم. يقال كمان إنه مهم جدا لمشاكل البنكرياس، لكن هنعيد ونكرر إن احنا بنلبس اللؤلؤ كزينة وفوائد نفسية وفوائد في الطاقة، أما الفوائد العلاجية فالطب أولى بيها. بيساعد على الحماية من أمراض الجلد، علاج أمراض الجلد والبشرة، تحسين عمل القلب والأوعية الدموية، يساعد على الهضم وتحسين أداء المعدة، تعزيز أداء الجهاز الدوري، تقليل أعراض الطمث لدى النساء، الحد من النشاط الزايد، علاج القلق والانطوائية، ضبط ضغط الدم المرتفع، توازن درجة حرارة الجسم، زيادة القدرة العقلية على التفكير. كمان مهم استخدام مطحون اللؤلؤ للبشرة. سهل جدا طحنه يا جماعة، سهل جدا طحنه، إما في كبة الخلاط
او بالهون، لان اللؤلؤ من الاحجار الهشة شوية مش هيبوظ الخلاط، وممكن تستخدموه مع العسل ومع مية الورد ومع حاجات كتيرة جدا للبشرة، ورخيص مش غالي. وزي ما قلنا احنا هنستفيد منه كاكسسوار جيد وللزينة بشكل جيد ولطاقاته النفسية. اما الطاقات الصحية فاخر حاجة هنلجأ ليها هي اللؤلؤ، علشان هنلجأ للطب. وشفانا الله جميعا وعافانا، واتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. شكرا، اشوفكم على خير.